عشاني ودرجي أنت سكينه ليس محتاجا إلى سرود ومريض أنت أيده قد أتاه بالفرج يا رسول الله سلام سلام عليك يا رفيع شاني وتراجي عتبة أنت حكيمه زال ما فيه من الإيواج وجهك الميمون لحجتنا يوم تأتينا بالهجاج يا رسول الله سلام سلام عليك يا رفيع شاني وتراجي عتبتي اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك لي. سل يا نبي سل يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اصفع يا نبي الله
صلي وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانه السالب عالم الكائن والباين والزائل والذاهب يسبح الآفل والمائل والطال والغارب ويوعد الناعد والصامد والجامد والذائب يدر بعدل الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله حكيم عذر بديع كم والعجائب في ترطيب تركيب هذه القوالب خلق مخه وعدم وعدده وعروق ولهم وجلد وشعر بنذب مختلف متراقب مما إن دافك يرج من بين صلب والترائب. لا إله إلا الله كريم بسط الخلق بسعد كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماع الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فعني له المطالب فلا رعيت لدامك يا من على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقام بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يلق آدم من الطين اللازب وعرض فعرور الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم عرضوا من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرف تربط طيبة من بأشرف قالب سعد إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ليلا سارا وأما بالأنبياء المرضية والطالب رأى المطلوب في الحضرة القدسية. ليلا سرى وأما بالأنبياء المرضية ليلا سرى وأما بالأنبياء المرضية والطالب رأى المطلوب في الحضرات القدسية في حضرات القدسية على البراق
الخلاق أطوال أدي الخطيئة سبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسول المبعوث إلى سائر العاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه للمآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتئ به راضي أديسين ورداء النبي إن كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال فيك من لم يزل سميا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه قف واستمعني يا نديم قف واستمعني يا نديم قولا بما نهى كريم حملت بأحمد أمه والسعد كان لها قديم كيف واستمعني يا
بمحمد عين النعيم بمحمد عين النعيم مشرق آمنة الرضا مشرق آمنة الرضا الرضا بمحمد عين النعيم كيف واشتمي يا نبي كيف واشتمي يا نبي وعلم بما اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد القرج هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعه فري وفضلي إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بحط القلب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا عابدا كأنه البدر في تمام مهل القيام حرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله. اللهم صل على محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهذا سلام عليك يا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام